للحديث عن دلالات وتداعيات العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية الحالي عن نجل محافظ النجف السابق، معنا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ تبرئة الرئيس الحالي برهم صالح لنجل محافظ النجف السابق المحكوم بالاتجار بالمخدرات بعفو خاص مقابل استقالة أبيه؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. ربما تكون السخرية المريرة هي واحدة من أهم طرقنا في التعامل مع هذا الخبر. يبدو أن عصابة المنطقة الخضراء اكتشفت حاجة الشارع العراقي إلى مزيد من المخدرات، الشارع الذي أغرقوه بالمخدرات، فلذلك اضطروا إلى إطلاق سراح أحد تجار المخدرات ليتولى هذه المهمة. ومن هذه السخرية ننطلق إلى الحقيقة المرة التي تقول أن العراق الذي كان بلدا نظيفا تماما بالمطلق قبل غزوه واحتلاله من آفة المخدرات، لصرامة تطبيق القانون في هذا، لصرامة القانون وصرامة تطبيقه في الشارع العراقي، كان العراق محميا تماما، الآن أصبح ممرا ومعبرا ومستهلكا بل ومنتجا للمخدرات. أنا قبل فترة سمعت أحد قضاة محكمة بداءة الكرخ، ربما محكمة بداءة العفو الكرادة، يقول أننا يوميا نتعامل مع 50 قضية تتعلق بالمخدرات يوميا كمعدل، 50 قضية تتعلق بالمخدرات، وهناك في كل القضايا في كل المحاكم العراقية هناك قضايا أخرى يعني بالتأكيد، ولكن نحن في محكمة واحدة نتعامل يوميا بما معدله 50 قضية لقضايا المخدرات. هذا البلد النظيف يعني تماما، الرقم كبير وفظيع. نستذكر التصريح المأساوي الذي تحدث به وزير الداخلية، وزير داخلية النظام، يعني عندما قال أن هناك نحو 50% وربما أكثر من الشباب العراقي يتعاطى المخدرات. يعني بناء على هذا الاعتراف الخطير من وزير داخلية، وهذا الاعتراف بالمناسبة مر دون تحقيق، دون توضيح، دون تكذيب حتى. هذه صورة ربما يعني بحسب ما يرى الكثير من المراقبين هي صورة من صور الفوضى في العراق. ترى هي من صور الإجرام بحق الشعب العراقي الذي ترتكبه هذه العصابات التي تسيدت على العراق منذ احتلاله وحتى اليوم. طيب أستاذ مصطفى، هل من رسائل ربما يعني من خلال هذه التبرئة، هل هي رسالة لباقي تجار المخدرات؟ هل هي ستؤدي بالتالي إلى يعني ازدياد عمليات الاغتيال ضد القضاة، ازدياد عمليات الاغتيال ضد عناصر الأمن العاملين بمجال مكافحة المخدرات؟ كيف ستلقي بظلالها على المرحلة المقبلة؟ يعني أولا هو ليس هناك جدية حقيقية في التعامل مع هذا الموضوع، ومن جهة أخرى لا شك أن هذه ستعطي رسائل متضاربة للشارع العراقي، تشعره بمزيد من الأسى ومزيد من المأساة، العراقي الإحساس بالمأساة عفوا، ولتجار المخدرات ستعطيهم مزيد من الدعم والإسناد أن القانون ومن يطبق القانون والدستور ومن يسهر على حماية الدستور كما يزعمون هو، ولكن أستاذ مصطفى هؤلاء المجرمين الذين يفتكون بالشعب العراقي من خلال هذه الآفة. ولكن أستاذ مصطفى، البعض يتساءل يقول أين القانون؟ مسمى القانون في العراق، ألا ترى أنه مسمى يعني غير موجود؟ يعني بعد ساعات من فضيحة العفو عن تاجر المخدرات، مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن زيادة أعداد الوفيات بين المعتقلين الذين اعتقلوا بالطبع بناء على وشاية مخبر سري. يعني أين القانون ومسمى القانون في العراق من هذه الازدواجية بالتعاطي مع ملف المعتقلين؟ يعني كل يوم نسمع الكثير من المهازل الحقيقة
فيما يتعلق بالشأن القانوني والشأن الإداري والشأن الخدمي وكل الشؤون اللي يعني في العراق. وواحدة منها ما تفضلت به في الوقت الذي يعني يعذب الأبرياء ويزج بهم في السجون بتهم كيدية وبتهم وب يعني وشايات المخبر السري، نجد هذا العفو عن هؤلاء المجرمين. هو بالمناسبة ليس مجرما واحدا وإنما هو عدد من المجرمين والذين يتعاملون مع هذه القضايا. والأسوأ من كل هذا أن خفايا الصفقة التي أطلق بموجبها هذا المجرم، وهذا المجرم حقيقة هو مجرم بعدة أشكال، يعني لأنه أولا يقتل هذا الشعب أو الشاب البريء الذي يورد له المخدرات. هذه الصفقة السياسية التي أبرمها كما يسمى راعي الإصلاح في العراق، وأعني به مقتدى الصدر، هذا أطلق سراح دجل محافظ النجف لؤي الياسري، هو جزء من صفقة سياسية يتخلى بموجبها لؤي الياسري عن محافظة النجف، إدارة محافظة النجف بما يتولى الصدريون إتمام السيطرة على هذه المحافظة. وعلينا هنا أن نتساءل كيف يمكن لشخص يعني يدير الأمور بهذا الشكل البالغ السوء، كيف يمكن له أن يتحدث عن إصلاح؟ كيف له أن يمارس الإصلاح ويقوده فعلا في العراق، مع أننا نعرف جيدا أن أصلا منطق الإصلاح في العراق هو منطق سيء، لأن المطلوب في العراق ولا يوصل إلى نتيجة، لأن المطلوب في العراق هو منطق التغيير الشامل، لأن حجم الخراب وحجم التدمير الأمر الخطير الذي أستاذ مصطفى، الأمر الخطير أن يكون هذا الملف الخطير، الآفة الخطيرة على المجتمع العراقي، أن يكون يعني محكوم بمصالح سياسية ويكون أوراق ضغط من أجل مصالح سياسية، ولكن أين القضاء مما يجري أستاذ مصطفى؟ نعم، أين القضاء مما يجري؟ لماذا لا يكون هناك دور القضاء؟ القضاء جزء من حالة الإجرام الجارية في العراق، المستمرة في العراق للأسف، نقول هذا بكل وضوح. القضاء هو من يصفي حسابات السياسيين فيما بينهم وأيضا ضد الشعب العراقي. المفارقة أن إحدى السيدات طلبت قبل يومين أو ربما أمس يعني عدم إعدام شقيقها المتهم بقضايا تتعلق بالمقاومة العراقية، مقاومة الاحتلال، في حين يطلق هؤلاء المجرمون ويزج الأبرياء في السجون. القضاء للأسف في العراق هو واحد من أهم عوامل التخريب والتدمير، بدل أن يكون الالتجاء إلى القانون هو الملاذ الحقيقي للمواطن العراقي. شكرا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.